مش دي بالارقام يعني، انا مساله يعني المساله دي هجيبها لكم بس إن شاء طبعا مش الله. بالارقام. ماشي شباب، المفروض خلاص احنا وصلنا اهو للاكزامبل، كل اللي احنا عايزينه عايزين نصمم حاجز لمينا، ده المثال. المفروض ان حضرتك مطلوب منك انك تصمم طبعا النوع بتاعنا اللي هو ريبل موند بريك ووتر لهاربر لمينا، ايه الحاجات اللي الحاجات المعلومات اللي حضرتك محتاجها كلها موجودة في راس المسألة. بيقول لحضرتك ان ارتفاع الموجة 6.8 متر، بس هو هنا ما قالش احنا قايلين ان احنا ارتفاع الموجة انهي يعني ارتفاع الموجة اللي احنا عايزينه عند التوي عند بداية الحاجز، صح؟ هو هنا ما قالش ان هو عند بداية الحاجز ولا لا، هو بيقول ارتفاع الموجة بس 6.8 متر، بس اداك كمان معلومة في نفس السطر وقال لك ان معامل التكسير بتاعها عند التوي بيساوي 8 من 10، فده يبقى ارتفاع الموجة. هو ما قالش ارتفاع الموجة عند التوي، لو قال ارتفاع الموجة عند التوي هاخد الرقم زي ما هو، او يعني ارتفاع الموجة عند مقدمة الحاجة هاخد الرقم اللي هو مديهولي ده ارتفاع الموجة اللي انا هستخدمه، لكن بالنسبة لحالتنا دي هو قال ارتفاع الموجة وبس، وقال كمان ان معامل تكسير الموجة عند التوي بـ8 من 10. انتوا واخدين انتوا معاملات التكسير خدتوها مع دكتور ابراهيم في اللي هي الويف ترانس وتحول الامواج والحاجات دي والانكسار والكلام ده، ولا ما خدتوش؟ يا باشمهندسين لا دكتور خدناها. خدتوه، طيب الحمد لله تمام. يعني لو حد لو عايزين تسجلوا حد فيكم بس يفتح الريكورد عشان انا يعني ما اطلعش بره الشاشه. تسجيل يا دكتور تمام. طيب اوكي تمام. مديك كمان بيقول لك ان المين بيريود اللي هو الزمن بتاعي التي بي هو عباره عن علاقه بين التي بيك والتي ام، مش احنا كنا واخدين في المعادله بتاعتنا فاكرين المحاضره اللي فاتت كان كل شويه نقول التي ام المين بيريود المين بيريود المين بيريود، ده هنجيبه ازاي؟ هو مدي لك علاقته بالتي بي اللي هي التي بيك عند النقط القصوى يعني. فبالنسبة لك التي بي بتساوي 1.2 تي ام، يبقى انا لو عندي التي بي اعرف اجيب التي ام، ولو عندي التي ام اعرف اجيب التي بي، فما عنديش مشكلة في الموضوع ده، اعرف احول بينهم الاثنين لبعض، احول من ده لده ومن ده لده. مديني بعد كده ان ارتفاع المد والجاز 4.5، يبقى انا دلوقتي ارتفاع المد اللي بيحصل عندي عند الحاجز ده 4.5 متر، ومديني ان الووتر ديبس لما يقول لي ان الووتر ديبس عند الاستراكشر ده 12 متر، يبقى ده قصده بعد المد ولا قصده الارتفاع اللي هو ارتفاع المايه من غير مد ولا جاز؟ هو ده ارتفاع المايه من غير مد ولا جاز، الارتفاع اللي هو الايه اقل ارتفاع، فلما بيحصل مد بيوصل لاقصى ارتفاع، لما بيحصل جذر هيوصل لل12 بتاعتنا دي، فيبقى ده ارتفاع الجذر اللي هو اقل ارتفاع بيحصل او الووتر ديبس اللي هو العادي. فيبقى بالنسبة لي الوتر ديبس 12 متر وارتفاع المد 4.5 متر، هنقول الـ4.5 متر دول هيفيدونا بإيه؟ بيقول طبعا كان يعني في ملحوظة كده في المعادلات، في بعض المعادلات اللي احنا خدناها كان لازم يكون من ضمن الاحتياطات اللي فيها ان الموجة تكون عمودية على الحاجة ما تكونش فيها زاوية، طب لو فيها زاوية المفروض يبقى في معادلات تانية غير المعادلة اللي احنا بناخدها، فهو هنا بيقول ان الموجة عمودية على الحاجز اللي انا هعمله ده عشان تبقى المعادلات اللي احنا مستخدمينها كده تمام. مدينا كمان ان السبيسيفيك ويت للخرسانة 2.3 طن او 2300 كيلو جرام على المتر المكعب، ده سواء اذا كانت الخرسانة دي اللي مستخدمة لعمل البلوكات او الخرسانة المستخدمة في طبقة الارمور يونت. فهو مدينا ان وزن الخرسانة او الوزن النوعي للخرسانة 2.3 طن على المتر المكعب او 2300 كيلو جرام على المتر المكعب، ومدي كمان السبيسيفيك ويت لمية البحر، مية المية العذبة عامة بتكون في حدود 1000 او 999 او 998
المياه المالحة نتيجة وجود الأملاح بتبقى أزيد شوية، فهو مدينا دلوقتي إن الـ specific weight لمية البحر بتساوي 1025 كيلو جرام على المتر المكعب، أو 1.28 طن على المتر المكعب. الـ overtopping المسموح بيه حتى لو ما تدوريش، بما إن هو هنا بيقول لنا إن ده هاربر وما قالش إن كان في سيارات بتعدي من عليه أو في عجل بيعدي من عليه أو في مشاة بتعدي من عليه، يبقى في الحالة دي كنت هاخد برضه نص متر مكعب بير سكند. فاكرين الاوفر توبنج هي دي كمية التشارج اللي انا اسمح انها تحصل لها اوفر توبنج من فوق الهامة اللي عندي للسد للحاجز، ده قيمة التصرف بس اللي انا ممكن اسمح له انه يحصل ليه اوفر توبنج. وقلنا ان هو على حسب استخدام الحاجز بيتحدد القيمة دي. قلنا لو هاربر عادي بتبقى نص متر مكعب بير سكند، لو في عربيات بتعدي من فوقيه الرقم ده كان بيقل كتير، كان بيوصل ل 5 من 100 متر مكعب بير سكند، لو في بني ادمين كان برضو بيبقى حاجه مش فاكره بالظبط يعني رقم اقل يعني قريب من ال 5 من 100 متر مكعب بير سكند. وبعد كده بيقول ديزاين سي ستيت از 12 اور، اللي هو ده مش هيفيدنا احنا دلوقتي، لكن كان في معادلات تانية فاكرين كان لما جينا نتكلم على بعض المعادلات قلنا ان من عيوبها انها ما بتاخدش اذا كان في عاصفه ولا مده العاصفه قد ايه، ما بتاخدش تاثير كل العوامل دي، فبتاخد عوامل بس بسيطه قوي، ارتفاع الارتفاع نفسه وخلاص، ارتفاع الموجه وطول الموجه وبس، ما بتاخدش الزمن اللي بيحصل فيه العاصفه والكلام ده. ف لو كنا كملنا المعادلات التانية كان من ضمن المطلوبات ان انا حابه عايز اعرف زمن العاصفه او الزمن اللي انا عايز اصمم عليه قد ايه، فهو 12 اور. معلومة تانية إن هو بيقول لحضرتك إن أكبر وزن موجود أو متاح للأحجار اللي أنا ممكن أستخدمها هو 5 طن. تفيدني في إيه؟ ما أنا ما ينفعش أجي أصمم وأقول له إن أنا عايز دلوقتي صخرة 30 طن، هيجيبها لي منين؟ بما إن كل منطقة ولها ظروفها ولها الحاجات المتوفرة فيها، فهو بيقول لحضرتك إن أكثر حاجة available في المنطقة دي في منطقة البريك ووتر ده هي 5 طن يكون وزنها الدنيستي بتاعتها 2650، يعني 2.65 طن على المتر المكعب. السلوب اللي هو السلوب اللي البريك ده هياخده هو 3:2. مطلوب من حضرتك انك تصمم باستخدام حاجة من 2، يا اما ناتشرال ستون يعني احجار طبيعيه يا اما تترابود. يبقى انا هصمم في الاول انها ناتشرال ستون، لقيت ان وزن الحجر اللي انا محتاجه 50 طن، يبقى لا خلاص مش هينفع الستون ده، او 10 طن حتى او 6 طن، يعني المفروض الوزن اللي متاح عندي 5 طن، اكتر من 5 يبقى مش هينفع الستون، وهضطر استخدم الايه التترابود، ولان هو كده كده انا اللي بصبه فاقدر اتحكم في وزنه واعمل بلوكات بالاوزان اللي انا محتاجها في اي وقت. البيرم كريست از ديزاين سو ذات اونلي 2% بس اوف ويف اوف ذا ديزاين سي ستيت ويل اكزيد اتس ليفل. فاكرين الران اب؟ فاكرين ما كنا بنقول ران اب بنسبه 2%؟ فهو حتى هو هنا اصلا حتى لو ما ادانيش في المساله احنا قلنا كده كده هناخد 2%. هو بيقول لك ان حضرتك البيرم بتاع او الكريست بتاعنا ده اتصمم بحيث ان بس 2% بس هما اللي ممكن يحصل لهم ران اب اكتر من الارتفاع ده. البسيمتري سلوب اللي هو ميل القاع 1:50. دي كل المعلومات اللي هو اداها لي واللي انا محتاجها، مش محتاج معلومات اكتر من كده. هطلب من حضرتك ايه في المسألة؟ هطلب من حضرتك تعمل هيدروليك ديزاين، يعني عايز ايه؟ اجيب من الهيدروليك ديزاين المعلومه الاساسيه اللي هي قيمه الفري بورد. قلنا عندنا قيمه الفري بورد بنجيبها من حاجتين، نجيبها من الران اب بحيث ان ما يحصلش ران اب اكتر من قيمه 2% اللي هو سامح لي بيها، ومن الاوفر توبنج بحيث ان ما يحصلش برضو اوفر توبنج الكميه تشارج اكتر من ال 50 اللي هو مديها لي دي 50 نص سوري نص متر مكعب بير سكند،
ما يحصلش قيمة الأوفر توبنج بتتشارج أكتر من قيمة النص متر مكعب بير سكند دي، المفروض إن عشان أحقق القيمة دي وأحقق القيمة دي بجيب فري بورد. قلنا بنجيب الاتنين ونقارن بينهم وناخد الكبير، القيمة الكبيرة هي دي قيمة الفري بورد اللي أنا هستخدمها. معايا يا شباب؟ معايا باشمهندسين؟ ايوه دكتور مع حضرتك. طيب تمام. أول حاجة زي ما قلنا هو مديني ارتفاع الموجة 6.8، قلنا إن ارتفاع الموجة ده هنكمل الأول المعطيات، ومديني التي بي من 11.7 ل 14.3، هنا هو كان بيقول لنا البيك بيريود مديني من 11.7، البيريود البيك بيريود دومين من 11.7 ل 14.3، يعني المفروض ان التايم بتاعي محصور من كده لكده. احنا على طول لما بنيجي نصمم في العاصفة انا باخد اقصى حاجة اكبر قيمة زمن، لان دي هي بالنسبة لي حاجة كريتيكال الاكبر، فهاخد مش هاخد 11.7، انا هاخد 14.3، يبقى ده التي بيك اللي انا هستخدمه. طب اجيب التي ام ازاي؟ قلنا بالعلاقة، هو مديني المعادلة بيقول لي ان التي بيك بتساوي 1.2 التي مين، يبقى التي المين بيريود هيساوي التي بيك على 1.2. فخلاص يبقى انا كده قدرت اجيب المين بيريود، ما عنديش مشكلة فيه. السيتا بعد كده المفروض ان هو مديني ارتفاع الموجة في المد ب4.5 متر، وعمق المية في المنطقة اللي فيها التوي أو في منطقة الحاجز يعني 12 متر. بس ده عمق المية، ده أنهي عمق؟ ده محسوب من إيه؟ من اللوتر ليفل اللي هو ارتفاع المية اللي ما فيهوش أي حاجة خالص، اللي هو من غير مد، فده أقل ارتفاع. لما جينا نصمم الحاجز قلنا هنصمم على أنهي ارتفاع، على أقل اللو ووتر ليفل ولا الهاي ووتر ليفل؟ كان في حاجتين يا باشمهندسين، قلنا في حاجات هتتصمم على هاي ووتر ليفل، وقلنا في حاجة هتتصمم على اللو ووتر ليفل. حد فيكم فاكر؟ باشمهندسين معايا ولا ايه؟ باشمهندسين نفكركم تاني. قلنا ان انا بصمم الحاجز انا عايز اقصى حاجة واكتر حاجة كريتيكال واكتر حاجة تديني ارتفاع، فمش اقدر اصمم على اللو ووتر ليفل، فانا بصمم الحاجز نفسه البريك ووتر هستخدم الهاي ووتر ليفل. الحاله الوحيده اللي هستخدم فيها اللو ووتر ليفل او اقل ارتفاع هو تصميم التوي. ليه تصميم التوي؟ لان كل ما ارتفاع الميه قل كل ما ايه التوي قرب من الموجه، يعني الموجه هيبقى تاثيرها قريب منه، فبالتالي هيبقى تاثيرها كريتيكال اكتر من لما يكون الارتفاع كبير. فالحاله الوحيده اللي بستخدم فيها اللو ووتر ليفل هو تصميم التوي، لكن تصميم البريك ووتر كله هنستخدم الهاي ووتر ليفل. طب امال الهاي ووتر ليفل بالنسبه لي هنا عباره عن كام؟ هو عباره عن العمق اللي هو 12 متر بالاضافه الى ارتفاع المد اللي هو 4.5. يبقى حضرتك بالنسبه لك دلوقتي الهاي ووتر ليفل هو عباره عن 16.5 متر. الجاما سي ب 2300 كيلو جرام على المتر المكعب، التي بي زي ما قلنا هو كلها المعطيات اللي موجودة عند حضرتك في المسألة، الجاما روك ب 2.65 كيلو جرام على المتر المكعب، السايد سلوب 3:2، يبقى كوتان ألفا اللي هي كوتان أو التان، يعني التان بتساوي 1 على 1.5، يبقى الكوتان مقلوبها 1.5 على 1، أي المهم تبقى عارف الاتنين، يعني المهم الألفا بتاعتك تقدر تجيب لها الكوتان والتان، والكوتان مقلوب التان، عشان بس لو في حد منكم مش عارف، يعني لو انا قلت كوتان الفا ب1.5 يبقى التان بتاعتها ب1 على 1.5. والباسيمتري سلوب اللي هو ميل القاع هو 1:50، يبقى تان بيتا تان الزاوية دي هيديني 2 من 100 بقسم 1 على 50 اللي هي 2 من 100 باشمهندسين. تمام، دي المفروض المعطيات اللي ودهني في المدرسة في المسألة. فأول حاجة زي ما قلنا هنجيب ارتفاع الموجة. أول حاجة ارتفاع الموجة، قلنا إن ارتفاع الموجة ده هو ما قالش إن هو عند التوي، ما قالش إن هو عند البريك، فالمفروض ارتفاع الموجة ده ممكن يكون في أي مكان قبل البريك بمسافة. فعندنا معادلة إن أنا أجيب ارتفاع الموجة عند البريك أو في المكان اللي أنا عايز أحسبه، أنتوا واخدينها مع دكتور إبراهيم، أو عامة يعني هي المعادلة سهلة، يعبر ارتفاع الموجة في معامل كي آر في الكي إس.
هو معامل الانكسار ده احنا مديهنه لك في المسألة، بنقول لك 8 من 10. يبقى ارتفاع الموجة اللي انا هصمم عليه، اللي انا هعتبره هو ده ارتفاع الموجة عند البريك، هو عبارة عن ارتفاع الموجة اللي هو مديهولي مضروب في قيمة 8 من 10 الريدكشن ده. تمام يا شباب؟ بس خدوا بالكم في المسألة، لو انا حضرتك ما قلت لك جيت اصلا وانا بقول لك ارتفاع الموجة وقلت لك the wave height at the toy، في الحالة دي حضرتك مش هتضرب في البروجيكشن، مش هتضرب في حاجة، مش هتضرب في ريدكشن ولا أي حاجة، وهتاخد ارتفاع الموجة ده وتشتغل عليه هو من غير ما تعمل فيه أي حاجة. تمام يا شباب؟ واخدين بالكم ولا مش مركزين معايا؟ تمام يا دكتور. تمام. يبقى أنا لو أنا مديلك ارتفاع الموجة بالشكل ده، بقولك بس الويف هايت بكذا، فهنضربها في معامل الانكسار ده عشان أجيب ارتفاع الموجة عند التوي. لكن لو انا حضرتك قلت لك من الاول في المساله ان ارتفاع الموجه عند التوي بكذا، هتاخد القيمه اللي انا مديها لك وتشتغل عليها. فدلوقتي ارتفاع الموجه اللي انا هشتغل عليه كله هو عباره عن 5.44 متر. ايه الهاي ووتر ليفل؟ زي ما قلنا كده، انا عندي ارتفاع الميه المفروض اللي هو ووتر ليفل 12، وعندي ارتفاع المد 4.5. يبقى الهاي ووتر ليفل عباره عن كام؟ مجموعهم الاثنين مع بعض يبقى ارتفاعه 16.5 متر. ده المفروض ال H بتاعتي، ده ارتفاع ال high water level، أقصى ارتفاع للبحر. ده اللي أنا هشتغل عليه في كل تصميماتي للبريك ووتر. ال TB زي ما قلنا هناخد أقصى قيمة اللي هي 14.3 من 10. ندخل بعد كده في المعادلة، أول معادلة خالص اول معادله هو احنا ما شرحناهاش احنا المحاضره اللي فاتت، المفروض ان انتوا واخدينها مع دكتور ابراهيم، اللي هو عند اي عمق مفروض في الامواج ما ينفعش تزيد عن ارتفاع معين. لو الموجه ارتفاعها اكتر من قيمه معينه، لو انا عند مثلا عمق 12 متر اقصى موجه، اقصى ارتفاع موجه ينفع يبقى عندي ارتفاع موجه 8 متر او 9 متر؟ لا مثلا. ففي لحد قيمة معينة لو ارتفاع الموجة أقصى منها، الموجة دي هتنكسر ويبقى إيه؟ لها ارتفاع أقل. خدتوا المعلومة دي ولا مش عارفينها يا باشمهندس؟ إيه؟ جزء البريكنج الدكتور إبراهيم شرحه نظري بس ما ادلناش معادلاته. طب ماشي، المعادلة دي كده كده موجودة معاكم في الكتيب بتاع المنحنيات اللي انتوا داخلين بيه الامتحان، وهي معادله واحده بس، وهقول لكم هي بتتعمل ازاي. هي المفروض المعادله دي الهدف منها ان انا بحسب ارتفاع الموجه. المفروض ان انا عندي ارتفاع دلوقتي، ارتفاع الميه عند السد او عند سوري معلش انا على طول بقول السد، عند الحاجز ده ب 12 متر. فيا ترى لو انا عندي ارتفاع موجه 7 متر او 8 متر، هينفع توصل لحد ال 12 متر من غير ما تنكسر؟ لا مثلا مش هتنفع. طب مين اللي قال انه هتنفع او لا؟ فلازم اعرف اقصى ارتفاع موجة ممكن تكون موجودة في المنطقة دي كام. تمام؟ فهنطبق المعادلة. يبقى ال HB على ال L نود، ال L نود اللي هو ارتفاع طول الموجة، طول الموجة بتساوي 1.56 من 100. ال TB، ال TB خلاص حضرتك انا مديها لك اللي هي البيك بيريود. ال TB بيك بيريود تربيع مضروب في 1.56 يديني 319 متر. يبقى ده النود اللي هو ايه؟ طول الموجة العميقة. ويبقى عندي الاتش بي ده المفروض ده اللي مجهول، ده ارتفاع الموجة اللي بيحصل لها انكسار في العمق ده، في العمق اللي احنا هنتكلم عليه ده، بيساوي الاي ده معامل في 1 ناقص اكسبونينشال سالب 1.5 باي في الدي، الدي اللي هو العمق عند البيك. وعلى ال L نود اللي هو الطول الموجي اللي احنا لسه حاسبينه، في 1 زائد 11 تان بيتا اس 4/3. البيتا حضرتك خلاص احنا جبناها اللي هو ميل القاع بتاع البحر نفسه، وقلنا ان هو 1/50 يبقى بتساوي 2 من 100 في اس 4/3 في 11 زائد 1. فالجزء ده ما فيهوش اي مشكله. الدي اللي هو العمق عند البيك، عند ده اقصى عمق عندي اللي هو من الهاي ووتر ليفل لحد القاع، اللي هو 12 زائد 4.5 اللي هو 16.5 في الباي سالب نص على 319 اللي انا حسبتها اللي هو طول الموجه.
كل المعادلة دي معروفة، ناقص لي بس أعرف ال اتش بي كام. ال اتش بي طلعت من المعادلة دي 8.7 متر. يعني إيه يا باشمهندسين؟ يعني أنا أقصى ارتفاع موجة ممكن يكون موجود في المنطقة دي عند التوي هو 8.7. طب لو أنا عندي دلوقتي موجة ب 10 متر، اللي هيحصل لها إيه؟ اللي هيحصل لها انكسار عند منطقة التوي لو جت، وهيوصل بس منها، بدل ما هي كانت 10 متر هتبقى موجة منكسرة وتبقى ب 8.7 بس. تمام يا شباب؟ خدتوا بالكم بس معايا في النقطة دي ولا لأ؟ باشمهندسين تمام يا دكتور، مع حضرتك. تمام. فأنا عندي حالة من حالتين، يا إما ارتفاع الموجة اللي عندي ده أكبر من قيمة الـ HB، يا إما أقل. لو أقل من قيمة الـ HB زي حالتنا دي، يعني ارتفاع الموجة في حالتنا بيساوي كام؟ 5.44 متر، أقل من 8.7، يبقى الموجة دي هتنكسر ولا مش هيحصلها انكسار؟ هتفضل زي ما هي بقى. بالظبط كده. ففي الحالة دي نوع الموجة دي نون بريكنج ويف. تمام؟ أو لو هي خلاص. مثلا، 9 متر هتتحول تبقى 8.714. وفي الحالة دي هيبقى اسمها بريكنج ويف. يعني في الحالة التانية دي لازم نبقى عارفين ارتفاع الموجة بتاعتي كام ونوعها ايه. فالخطوة دي بس مهمة معانا. أول حاجة في الحالة بتاعتنا دي 5.4 أقل من 8.7، فخلاص هي الـ H بتاعتي، هي الـ H توي بتاعتي اللي هي 5.4 زي ما هي، ونون بريكنج واي. لكن لو حضرتك كانت عندك 10 متر، لا، في الحالة دي الـ 10 متر دي مش هينفع، وهيبقى الـ H بتاعتي اللي هستخدمها في التصميم كله هي 8.7 بس، وهتكون نوعها ايه؟ بريكنج ويف. عشان بريكنج ويف ولا نون بريكنج ويف بتدخل معانا في احد المنحنيات، لازم ابقى عارف وانا بصمم نوع الموجه بريكنج ولا نون بريكنج، وبتفرق في الارقام المعاملات اللي هتاخدها من الجدول. فحضرتك هتطلع من هنا بمعلومه ارتفاع الموجه الاخير كام، واذا كانت بريكنج ولا لا. حد عنده اي مشكله في الحته دي؟ يعني لو هي بريكنج يا دكتور هيبقى لها قوانين تانية غير قوانين النون بريكنج يعني؟ مش قوانين، نفس القوانين بتاعتنا هي، بس في جدول من الجداول، في احد الجداول اللي احنا بندخل فيها بيبقى فيه بريكنج ويف ولا نون بريكنج ويف. فحضرتك لو بريكنج هتدخل في الكولم بتاع البريكنج، لو نون بريكنج هتدخل في الكولم بتاع النون بريكنج، فقيمة المعامل بتختلف. تمام يا دكتور. طب يا دكتور، هو حضرتك الثابت ايه ده؟ ثابت ب 12% على طول ولا له حاجة نجيبها منه؟ لا، خدها ب 12%. خلاص تمام. المفروض الجزء ده كان يعني مشروح في الانكسار، فحضرتك لا، خدها بس ب 12%، والمعادله زي ما هي، المعادله ما فيهاش حاجه تانية. يعني لو حد عنده اي سؤال في المعادله ولا حاجه يقدر يساله. البيتا زي ما قلنا ده السلوب بتاع السي نفسه، السيمتري بتاعت السي. الارتفاع عندي باخد اقصى ارتفاع اللي هو ايه؟ بتاع الهاي ووتر ليفل. ال طول الموجه العميقه، وده قلنا بيتحسب ازاي؟ بدلالة السي بي. فحد أعتقد مفيش حاجة في المعادلة محتاجة سؤال تاني، ولا في لو في حد عنده أي سؤال يسأله قبل ما ندخل في النقطة اللي بعدها لو سمحت. مفيش؟ تمام. النقطة اللي بعدها هندخل بقى في التصميم بتاعنا. أنا بس في النقطة اللي فاتت عرفنا نوع الموجة إذا كانت بريكنج ولا لأ، وعرفنا ارتفاع الموجة اللي هستخدمه. ندخل بقى بعد كده من أول ران أب عادي، هنجيب قيمة الفري بورد للايه؟ للحالة بتاعتي، واجيبها مرة للرن اب كام ومرة للاوفر توبنج كام، وقلنا بناخد انهي واحدة فيهم الاكبر في الاثنين، هناخد الار سي الاكبر في الحالتين. فقلنا لما باجي اعمل للرن اب عندي معامل، معلش يا باشمهندسين ثانية واحدة. تمام، كنسل.
تمام. فأنا عندي زيتا نوت ده كان معامل كنا بنحتاج نحسبه قبل ما ندخل في تصميم، أو قبل ما ندخل إزاي نجيب قيمة الران أب كام. فالمعامل ده عبارة عن تان ألفا، تان ألفا اللي هي زاوية ميل البريك اللي احنا استخدمناه. ألفا احنا بنقول الميل 3/2، يبقى الألفا بتاعتي 1/1.5. تمام يا شباب، معلش ثانية واحدة. معايا يا شباب؟ معلش رجعنا تاني ولا انتوا رحتوا فين؟ معاك يا دكتور. معاك يا دكتور. طيب اوكي تمام. زي ما قلنا في المره اللي فاتت، انا عايزين ندخل في معادله بتاعه الرن اب. فمعادله الرن اب كان لها، لو انتوا فاكرين، كان لها ثلاث معادلات. الثلاث معادلات دول بيتحددوا على حسب قيمه الزيتا، هي بتنحصر من 1 لـ1.5 ولا اكتر من 1.5 لحد قيمة كسر كده معين، ولا أكتر من الكسر ده لحد قيمة 7.5. فكان لها ثلاث معادلات. فحضرتك لازم تحسب الأول الزيتا بكام عشان تعرف هي محصورة بأنهي معادلة. يعني هتلاقي في المنحنيات عندك الثلاث معادلات. هنجيب إزاي زيتا؟ هتاخد تان ألفا، ألفا اللي هي ميل البريك اللي إحنا نستخدمه، الميل 3/2 زي ما قلنا، يبقى 1 لـ1.5، يبقى تان ألفا 1/1.5 على الجذر التربيعي ل H اللي ارتفاع الموجة على ال LOM. ال LOM بقى في الحالة دي هنجيبها من ال T المين بيريود مش من البيك بيريود. يعني احنا ال LO اللي كانت في المعادلة اللي فوق كانت من البيك بيريود، ال LOM بنجيبها من المين بيريود. فهستخدم نفس المعادلة بس هعوض بدل ال TB هاخد ال TM. احنا ال TM بتساوي كام؟ ال TB او البيك بيريود على 1.2. يبقى دلوقتي المين بيريود ب11.9 سكند، هو ده التي ام اللي انا هستخدمه عشان اجيب ال او ام. تمام يا شباب، هي نفس المعادله بس باختلاف الزمن. في المعادله اللي فاتت كنا واخدين البيك بيريود، في المعادله دي بنستخدم المين بيريود. ناخد ارتفاع الموجه اللي هو 5.4 على ال LOM اللي احنا حضرتك حسبته انت من المعادله دي ب 221.5 متر، وفي البسط 1/1.5، يطلع القيمه دي الزيتا ب 4.2. 4.2 اكتر من 1.5؟ اكتر من 1.5. طيب هي المعادله كانت بتقول لو الزيتا اكتر من 1.5، سوري، اكتر من المعادله اللي في النص، يعني كانت بتقول زيتا لو اكتر من كسر كده معين واقل من 7.5. هي دلوقتي ب4.2، هي اكيد اكتر من الكسر ده، بس يا ترى بقى، يعني اكتر سوري هي اكيد اقل من 7.5، بس يا ترى اكتر من الكسر دي على البي او سي سي ولا لا؟ فكنا هندخل، لازم ندخل بقى في جدول الجميل ده اللي احنا بندخل بنسبه الران اب المسموح بيها. قلنا ان احنا في حالتنا هو بيقول لحضرتك ان نسبه الران اب ما تزيدش عن 2%، يبقى هدخل قصاد 2%. قلنا حتى لو ما قالش 2% دي في الامتحان، حضرتك احنا هنمشي على طول على 2%. يعني انا حتى لو ما قلتلكش 2% في الامتحان، حضرتك تدخل على الجدول على 2%. ال A ب 96، ال B ب 1.17، ال C ب 46، ال D ب 1.97. يبقى انا الكسر بتاعي ال D هي 1.97 على ال B 1.17، الكل أس 1/46. الجزء ده يديني القيمة بتاعته بكام؟ ب3.1. يبقى زيتا دي أكبر من 3.1 ولا لأ؟ هي 4.2، يبقى أكتر. مش الزيتا احنا حاسبينها 4.2 أكتر من 3.1، يبقى هي محصورة بين الرقمين دول. يبقى المعادلة بتاعتي هي المعادلة دي اللي أنا هاخدها، إن ران أب بنسبة 2% على ال HS بتساوي D. ماشي يا شباب؟
انا بس عشان انا مش عارفه افتح اللاب لو كده، يعني كنت فتحت المحاضره الثانيه ووريت لكم الثلاث معادلات، لو في حد من زمايلكم يعرف يفتح ويجيب الثلاث يعني يبقى معايا كده، بحيث ان لما نفتح حاجه ممكن يجيب الشير الصفحه بتاعته، ما عنديش مشكله. او انتوا تبقوا معايا في المحاضره اللي فاتت، يعني يا ريت تفتحوا المحاضره اللي فاتت لو انتوا طابعينها وتمشوا معايا، ده متاح يا شباب؟ احنا ما عندناش المحاضرة يا دكتور، احنا معانا الكتاب. معاك الكتاب؟ طب حلو، طب ما موجود في الكتاب. هو في ثلاث معادلات يا دكتور، اللي هم طيب تمام كده، من أول واحد لواحد ونص، من واحد ونص ونص لكسر معين كده اللي هو الكسر ده، سواء اذا كان اقل من الكسر ولا لا، عشان كده احنا حسبنا زيتا نود عشان نتاكد هي محصوره في انهي رينج بالظبط عشان ناخد المعادله بتاعتها. فحضرتك احنا حسبنا زيتا نوت الاول لانها ايه ب4.2، يبقى اكيد اولا انها مش هتبقى في المعادله الاولانيه. الحاجه الثانيه مش عارفين بقى هي في المعادله الثانيه ولا الثالثه، فعشان كده حسبنا الكسر اللي هو دي على بي الكل اس سدس ده عشان اعرف هي محصوره في انهي معادله في الاثنين، ولما حسبناه تاكدنا انها اكتر من قيمه الكسر فهتبقى محصوره في المعادله الثالثه اللي هي زيتا نوت اقل من 7.5 واكتر من قيمه الكسر ده. صح يا شباب؟ معايا تمام؟ تمام. المعادلة بتاعتك بتقول لحضرتك الرن اب لنسبة 2% اللي احنا فرضناها اللي هي موجودة في المسألة، لنسبة 2% على ارتفاع الموجة بيساوي الدي. الدي خلاص هو 1.97 انت جايبه من الجدول جبناه مرة، والرن اب هو ده اللي انا عايزه على الاتش اس، الاتش اس ارتفاع الموجة، فخلاص حضرتك جبته من المعادلة دي، يبقى الران اب 2% على الاتش اس بتساوي 1.97. قلنا لحضرتك ده الران اب الحاله اللي هي ايه، حاله الملساء يعني الحاله المثاليه للبريك ووتر، لو البريك ووتر مش املس خالص. بس في اللي بيحصل ان الران اب ده بيحصل له ريدكشن نتيجه لوجود عوامل كتير، اول عامل منهم قلنا ان انا عندي السطح ده مش املس، انا مش عامله خرسانه ملساء فهيحصل ران اب القمه دي، انا حاطط حجر ورميه فبالتالي ان في رفنس بتاثر على الران اب ده وتقلله، فعندي اول معامل الجاما ار اللي هو الريدكشن نتيجه وجود رفنس للسطح عندي، فقلنا ان الرفنس دي بتنحصر من 5.1 ل6.1، وقلت لحضرتك ناخدها رقم وسطي بينهم الاثنين 55%، ده رقم ثابت حضرتك تاخده على طول فالجاما ار. وقلنا ان في عوامل ثانيه منها ميل البريك ووتر، واذا كان في بيرم ولا ما فيش، وحاجات متعلقه بالنوع الويف نفسها، واذا كانت، فقلنا كل العوامل الثانيه الريدكشن الثانيه دي احنا مش هندخل فيها واعتبرها حضرتك بواحد، فبقيه العوامل حضرتك تقدر تعتبرها النهارده بواحد، بعد كده بقى ان شاء الله لما تيجي تصمم حضرتك ممكن تدخل بقى على الجداول اكتر وتعرف كل معامل اخده بكام وحالته ايه، بس مؤقتا يعني احنا هناخد بس جاما رفنس هي دي بس اللي هنهتم بيها وناخدها، بقيه العوامل خدها بواحد. فحضرتك يبقى انا دلوقتي الران اب اللي هو الاكشوال اللي هيحصل عندي هضرب القيمه بتاعته في كام؟ هي القيمه اللي عندي دي هضربها في نص في 55%، وزي ما قلنا كده 55 حضرتك كلكم تاخدوا ال 55 بحيث ان الارقام تبقى واحده ونتائج حضرتك تيجي مظبوطه زي النتائج اللي المفروض تطلع معاك. فحضرتك جاما رفنس هتاخدها في 55%، رقم وسطي بين 5.1 و6.1، مضروبة في الدي، يبقى انا دلوقتي الران اب على الاتش اس بتساوي 1.8. انتوا لو لاحظتوا احنا القيمة قلت للنص، وده طبيعي لان احنا اصلا بنقول ان الرفنس بنص القيمة، فهو طبيعي ان يخلي الران اب بتاعي بدل ما هو 2 يبقى ايه 1. يبقى الران اب لوحده بتساوي كام؟ هيساوي الران اب هيساوي 1.8 دي مضروبه في ارتفاع الموجه يديني 5.69 متر. يبقى حضرتك المفروض الران اب المفروض انا محتاج ارتفاع فري بورد فوق سطح الميه ب 5.9 عشان الران اب ما يزيدش عن 2% فوق الحاجز اللي انا مستخدمه ده. تمام يا شباب؟ كده احنا خلصنا الجزء الاولاني بتاع الران اب، فحضرتك الفري بورد بتاعتك ب 5.9. هنحسب كمان للاوفر توبنج،
لو طلعت اكتر من 5.9 هستخدم الفري بورد بالقيمه اللي هتطلع معايا، لو طلعت اقل من 5 ايوه معلش الران اب دوت الرقم ده بيعبر عن ايه؟ قيمه الفري بورد اللي انا محتاج اعملها عشان الران اب ما يزيدش عن قيمه 2% 2% من ارتفاع الموجه؟ لا 2% قيمه الران، يعني 2% بس من الميه هيحصلهم ران اب فوق الارتفاع ده. تمام. احنا قلنا ارتفاع، الارتفاع اللي بيحصل ان الران اب ده بيحصل انزلاق للموجه جت على السطح، بيحصل لها يعني بتنشد كده على السطح. فاكرين انتوا لما كنتوا واخدين الانابيب الشعريه وان الميه بتحصل لها من الجناب كده بيحصل لها التصاق مع السطح؟ فالران اب ده عباره عن بيحصل التصاق مع السطح والموجه بتمتد، يعني بيحصل لها انها بتطلع الميه بيحصل لها انها بتطلع لفوق على على جسم الحاجه. فالحد ارتفاع كام؟ قلنا احنا بناخد الارتفاع الراسي المقابل للران اب اللي هيحصل، فده اقصى قيمه ممكن يحصل لها ران اب فوق الارتفاع ده هي قيمه 2% بس من الايه؟ من الموجه لكن بقيه الموجه كلها هتكون محصوره في الارتفاع ده، يعني الميه اللي هتطلع بس قيمتها 2% اللي هيحصل لها ران اب فوق الارتفاع اللي هو 5.9، بقيه الارتفاعات هتبقى اقل من 5.9. فحضرتك الران اب الفري بورد اللي انا محتاجها عشان الران اب ما يزيدش عن 2% هي 5.9. تمام يا دكتور. تمام. ندخل بعد كده في الاوفر توبنج. قلنا ان الاوفر توبنج ده كميه التصرف اللي بيحصل لها ايه؟ بتعدي من فوق الحاجز كمان. فاكرين احنا قلنا لو الموجه طولت كده بس ما عدتش الحاجز يبقى ده ران اب، لو طولت وعدت بقى من فوق الحاجز من فوق الهامه يبقى ده اسمه اوفر توبنج، بيحصل لها بتقفز من فوق من فوق الهامه كمان. فقيمه الاوفر توبنج اللي انا مسموح ان انا اعديها بالنسبه للهاربر او بالنسبه للمينا بتاعي ده هي قيمه نص متر مكعب بير سكند، دي قيمه التصرف ان انا ممكن اعديه بس. فهي ترى هستخدم ارتفاع قد ايه بحيث ان القيمه ما تزيدش عن كده؟ هو ده اللي احنا ايه هنجيبه في المعادله الثانيه. فالمعادله الثانيه بتقول لنا ان قيمه التصرف اللي بيحصل له اوفر توبنج على جي عجله الجاذبيه الارضيه على اتش ارتفاع الموجه على سي ام المين بيريود. على فكره اغلب المعادلات هتلاقوها مستخدمه المين بيريود عشان ما تتلخبطوش. البيج بيريود ده استخدمناه في الاول بس، اول معادله بس تقريبا هي دي اللي استخدمنا فيها البيج بيريود، بقيه المعادلات شغالين بالمين بيريود. بتساوي الايه في الاكسبوننشال لسالب بي في ار سي على اتش جذر التربيعي لاس او ام على الاتش اس الجذر التربيعي برضو سوري الجذر التربيعي الاس او ام على 2 باي في 1 على جاما ار. جاما ار، ار ده اللي هو مين؟ هو الرفنس اللي احنا لسه واخدينه، الريدكشن رفنس نتيجه ماده القاع اللي هو 1/55، فده خلاص جاما ار ده معروف، الباي معروفه. الاس او ام اللي هو ايه يا باشمهندسين؟ هو عباره عن ارتفاع الموجه هو على طول الموجه. فبما ان انا بتكلم على الاس او ام يبقى انا بتكلم على المين بيريود، هاخد انهي طول موجه؟ هاخد ال او ام اللي هو طول الموجه باستخدام المين بيريود. يبقى انا دلوقتي ارتفاع الموجه عندي 5.44 على 221، خدنا هنا 221 ما خدناش ليه 316؟ عشان ال 221 دي باستخدام المين بيريود، 316 كان باستخدام البيج بيريود. فخلاص جبنا من هنا الاس او ام موجود، الار عندي معاملات تانية المفروض عايز محتاجها الاي والبي، دول ما انا محتاج اعرفهم. الاي والبي بجيبهم من معلومية الميل بتاع البريك ووتر اللي انا بستخدمه، احنا قلنا 3:2 اللي هي 1:1.5، يبقى الاي ب1/10 والبي ب20. تمام يا شباب؟ باشمهندسين تمام يا دكتور. يا ريت بس تاخدوا بالكم ان الاي والبي ممكن يبقوا متكررين، بس كل اي وبي بتتجاب من جدول غير الثاني، فدي الحاجه اللي انا بلفت انتباهكم ليها. اي والبي دي بتجابوا من الجدول ده بدلاله ميل السلوب بتاع البريك ووتر، مش اي اي وبي بكلهم زي بعض عشان تبقوا واخدين بالكم بس.
التان الفا طبعا 1/1.5 دي خلاص جبناها. كل المعادله دي معروفه ما عدا بس ار سي اللي هو الفري بورد اللي انا محتاجه قد ايه عشان التصرف ده يبقى نص. يبقى حضرتك الكيو بنص اللي احنا قلناها على 9.81 في ارتفاع الموجه 60% تايم اللي احنا حاسبينه قبل كده بيساوي 1/10 اللي احنا جايبين معامل ايه اكسبونينشال في سالب بي 20 في الار سي على 45 في الجذر التربيعي. كل الحاجات دي خلاص تمام ما فيهاش مشكله. المعادله دي فيها مجهول واحد الار سي بكام، فحضرتك طلعتهم المعادله ب 6.8 متر. طب نقربه لاقرب رقم صحيح مثلا 6.1. انهي فيهم اعلى؟ انا كنت جايب الران اب الارتفاع اللي هيحصل له اللي انا محتاجه عشان ما يحصلش ران اب اكتر من 2% في 5.9، لكن هنا الارتفاع الفري بورد اللي انا محتاجه عشان ما يحصلش اوفر توبنج باكتر من نص هو 6.1. هاخد مين في الاثنين يا باشمهندسين؟ الكبير بقى يا دكتور. هناخد الكبيره بحيث انها هتحقق الشرطين، فتمام. يبقى انا هاخد بالنسبه لي هنا 6.1 متر هو الار سي ده الفري بورد اللي انا محتاجها لارتفاع الراس. يبقى انا ارتفاع الارتفاع السد او اقصى نقطه في ارتفاع الارمور لاير بالنسبه لي هيساوي قد ايه يا باشمهندسين؟ هتساوي الار سي دي اللي هي قيمه الفري بورد بالاضافه الى السي ليفل تشينج اللي هو ارتفاع المد. لو انا بحسب من الايه، لو انا هعتبر ان الصفر بتاعي هو منسوب الميه او السي الهاي ووتر اللو ووتر ليفل بتاع البحر ده هو ده منسوب الزيرو يعني، فيبقى الارتفاع بتاعي هو عباره عن الار سي الفري بورد بتاعتي بالاضافه لقيمه المد اللي بيحصل او التشنج اللي بيحصل في البحر قيمه المد اللي هي 4.5. فيبقى بالنسبه لي القيمه دي 10.6 متر ده ارتفاع الكريست عن اللو ووتر ليفل لو اللو ووتر ليفل ده هو الديتم بتاعي او هو الصفر. تمام يا شباب؟ هو انا ليه هنا ما خدتش ال 12 زي ما قلنا كده؟ عشان انا اعتبرت ان اللو ووتر ليفل هو ده منسوب الصفر، يعني انا سبت المنسوب سطح البحر وقلت ان ال 12 دي تحت سطح البحر، الارتفاع اللي فوق سطح البحر وعباره عن ارتفاع المد بالاضافه للار سي الارتفاع الفري بورد اللي انا محتاجه اللي هو اكبر قيمه في الاثنين. ماشي يا شباب؟ تمام. حد عنده مشكلة؟ لحد هنا خلصنا كده المفروض الهيدروليك ديزاين. الخطوة اللي بعد كده ان انا اعمل ايه؟ structure design. الstructure design ده قلنا ان احنا بعمل الحاجة الاساسية فيه ان انا عايز اعرف وزن البلوك كام والثيكنس بتاعه كام. قلنا بنبدأ على طول بالارمور لير اللي هي الطبقة الخارجية اللي هي اصلا دي المفروض دي الطبقة المهمة اللي هي دي اللي بتقاوم ودي اللي مواجهة للموجة. ف W50 بتاعتي بتساوي جاما A جاما أرمور اللي هي الجاما السبيسيفيك ويت بتاع الأرمور لير دي. لو هي ستون يبقى جاما بتاعت الستون، لو هي بلوكات خرسانة تبقى جاما كونكريت على حسب المادة بتاعتها ايه. في الاتش اس 3 على الكي دي، قلنا الكي دي ده معامل بنجيبه من الجدول برضو. في الجاما ارمور نفس الجاما على جاما ووتر ناقص 1 الكل اس 3 في كوتان الفا. لو انا عندي تان الفا بواحد على 1.5 يبقى كوتان هي مقلوب التان فيبقى 1.5، يبقى كوتان الفا هي بواحد ونص. في المعادله دي ما بناخدش اتش اللي هي ارتفاع الموجه، لا بياخدها اعلى شويه بحاجه اسمها اتش عشر. فاتش عشر دي عباره عن 1.27 الاتش اس، يعني بيزود ارتفاع الموجة شوية. دي بقى أحد التوصيات يعني إن أنا بستخدم عشان الأمان أكتر، فباخد بدل ما باخد ارتفاع الموجة نفسه باخد اتش عشر بتاعتها اللي هي 1.27 الاتش اس، فهتديني 6.9 متر. دي الاتش اللي أنا هستخدمها في المعادلة دي. أنا عندي بقى عشان كده كنا بنحسب اللي كان بيسأل بريكنج ولا نون بريكنج، احنا كنا بنحسب عشان الجدول ده. لما حضرتك بتيجي تدخل عندك نوعين، اول حاجه احنا هنصمم الترانك ولا الهيد. حضرتك ادخل على تصميم الترانك اللي هو الجذع المينا نفسه، مش هنصمم الهيد، احنا هندخل في الجذع نفسه. الجذع يبقى انا هاخد الاثنين كولم دي بريكنج ولا نون بريكنج. في الحاله بتاعتنا احنا نون بريكنج ويف،
فحضرتك هتدخل على الكولم بتاع نون بريكنج واي. طيب انا عايز اصممها نوع الستون بتاعي ايه؟ في العادي المفروض اللي فوق دي اللي هي سموث راوند، يعني ما حدش بيستخدم الحجر اللي هو السموث، ما حدش بيستخدمه، فاغلب الناس بتستخدم اللي هو رفنس انجولر، يعني الحواف الحاده يعني، فده النوع المستخدم. بس يا ترى اخد على الصف الاولاني ولا الصف الثاني ولا الصف الثالث؟ حضرتك هتستخدم كم صف من الحجر؟ المفروض قلنا ما يقلش عن 2. حضرتك هتفترض مبدئيا ان انت هتصمم صفين بس، الان دي اللي هي عدد صفوف اللي الاحجار اللي حضرتك هتستخدمها في الطبقه الواحده. فمبدئيا احنا بنقول 2، فهتدخل على الصف اللي في النص ده، يبقى حضرتك النون بريكنج ويف الكي دي بتاعتك بكام؟ ب4. وكان بيقول لك كمان ان انت ممكن لو تستخدم ستون او تترابود، فلو انا استخدمت تترابود يبقى تدخل على الصف اللي فيه التترابود ده، هتلاقي الكي دي بتاعتي بكام؟ ب8. يبقى انا عندي قيمتين اللي انا ممكن استخدمهم، يا اما كي دي ب4 ده لو هي ستون، او كي دي ب8 لو هي تترابود. تمام يا شباب؟ ولو لاحظنا في الحالتين هتلاقي يعني بصرف النظر عن كوتان الفا بكام في الحاله دي، في حاله الترانك كوتان الفا ما بتاثرش. امتى بتاثر كوتان الفا؟ لو بصيتوا في الخانه نفسها اللي احنا لسه واخدين منها 4، هتلاقي حضرتك بعد كده فيها 3 ارقام مش رقم واحد، على حسب كوتان الفا بكام، بواحد ونص ولا باتنين ولا بثلاثه. فاحنا في حالتنا احنا مش فارقه معانا كوتان الفا بكام، هي ال3 قيم دول هي ب4، وبرده نفس الكلام في التترابود ال3 قيم دول ب4. يبقى لو حد لاحظ كده، يبقى كوتان الفا امتى يبقى لها تاثير يا باشمهندس؟ لما اكون بصمم ايه، الترانك ولا الهيد؟ لما اكون بصمم هيد. ايه؟ اكون بصمم هيد. ايوه، الالفا دي هيبقى لها تاثير، وتاثير قوي لو انا بصمم الهيد، لكن طول ما انا بصمم الترانك هتلاقوا هي قيمه واحده بصرف النظر عن كوتان الفا بكام. حضرتك كل الحاجات اللي موجوده في المعادله كده معلومه، تقدر حضرتك تعوض. جاما ارمور زي ما قلنا كده، لو انا هستخدم ستون 2.65، معلش هي موجوده فوق في البسط غلط، هي مش 2.6، هي 2.65 زي الرقم اللي تحت، يعني هي نفس الجاما ارمور اللي هي جاما بتاعت الستون 2.65 في الاتش اللي احنا حسبناها، اللي هي الاتش طول الموجه في 1.27 اللي هي 6.9، ونحسب المعامل ده القيمه دي هتطلع 36.4 طن. المفروض حضرتك محتاج حجر وزنه 36.4 طن. يا ترى ده افيلبل بالنسبه لك ولا لا؟ المفروض حسب المساله اللي احنا بنتكلم عليها بيقول لحضرتك ان اقصى وزن افيلبل عند هو 5 طن. يبقى حضرتك الحاله دي انا مش هقدر استخدم ستون، لان انا مش هقدر اوفر 36.4 طن ستون واحده يكون وزنها الوزن ده. فيبقى حضرتك هتستخدم النوع الثاني اللي هو تترابود، فتدخل بالقيمه بتاعه تترابود، بدل الكي دي ب4 هاخد الكي دي ب8. وتاخدوا بالكم يا جماعه، ما حدش ينسى ان هو يغير الجاما، الجاما اللي فوق دي كانت جاما تون، الجاما اللي تحت دي جاما خرسانه، حضرتك غيرت الماده، غيرت الماتيريال، فبدل ما هي 2.6 هتبقى 2.3. تمام يا شباب؟ وبقيت المعادله زي ما هي. الجاما ايه اللي أيوة. في الجاما هي نفسها اللي في البسط صح؟ اه، ما انا بقول لحضرتك فوق بس كانت غلط. اه تمام. هي 2.65 فوق وتحت. تمام. هي ال 5 طن ده دكتور حاج هنا واقف معايا ولا ده معطى في المساله؟ مش احنا قلنا لا، هو معطى في المساله، بس هي برضو منطقيا هي تقريبا في حدود ال 5 طن، ما تزودش عن كده ستون. هي معطى في المساله بيقول لحضرتك ان افيلبل ستون في المنطقه اللي هتعمل فيها البريك ووتر ده هي 5 طن. تمام؟ ماشي. المفروض اللي بعد كده فاندمير، احنا ما شرحناش الفاندمير ايكويشن فورمولا، ما شرحناهاش، فحضرتك معادلات تانية بس الحساب نفس اللي احنا حسبناه، فحضرتك هتعديهم. هو حسبها بقى للروك، وبعد كده برضو حسبها تترابود، وجاب اوزان تانية مختلفة. احنا خلاص احنا وصلنا عندنا، فبالنسبة لنا هنستخدم تترابود الوزن بتاعه 32.7 طن، ده المفروض اللي طلع معايا من المعادلة الأولانية. قولها فاندمير دي يا جماعة، حتى عندكم في الكتاب فعدوها،
الجزء بتاع فان دمير ده خالص. تمام يا شباب، نرجع بقى الطبقة اللي بعد كده، الطبقة اللي احنا بنصممها دي الارمور لاير. احنا جبنا ال W50 بتاعتها بكام؟ ناقص من ناقص لحضرتك ان حضرتك تجيب السكنس بتاعها كمان بكام. معايا يا شباب؟ تمام، حلو قوي. فقلنا ان احنا عندنا معادله عشان نحسب منها التي اي بكام. التي اللي هو سكنس الطبقه دي، فحضرتك السكنس ده بيعتمد على شويه حاجات، وزن البلوك اللي حضرتك جبته، والجاما السبيسيفيك ويت بتاعته، وان عدد الصفوف انا هستخدم كم صف من الحجر في الطبقه دي، وكي دي معامل بيعتمد على حسب الطبقه دي في ايه، طبقه ايه بالظبط او فين بالظبط. فحضرتك ان باتنين، الكي دي ده معامل، لو اللي معاكم بس يفتح المحاضره، يعني ما تفتحش مش المثال، ارجع ورا في المحاضره وشوف الثيكنس كان فيه جدول كده على حسب انت بتصمم طبقه ايه، كان ليه ارقام. الكي دي الكي دلتا ده ليه معاملات او ليه ارقام بتاخدها على اساس حضرتك بتصمم ايه، وبتصمم الطبقه دي ستون ولا تترابود، وهي هتاخد انهي رقم في الاثنين. ممكن حضراتكم تفتحوا الجدول كده وتقولوا لي ارقام بتاعته كام بالنسبه لحالتنا. 1.04 تقريبا. ايوه، هو ما هو عشان موجود في المثال، بس انت الحاله دي مكتوبه عندك. ايوه دكتور، الجدول ده اللي هو فيه الان والبليسنج، ايوه تمام، واللير سينكس كوفيشن. ايوه تمام كده، في 1.4 و95 من 100 و1.15 على حسب اليونت بتاعتي انا مستخدم ايه. طيب في الحاله بتاعتنا احنا كام؟ احنا ال N بتاعتنا باتنين بواحد واربعة من مية. تمام، فالكي دلتا دي يا جماعة بتجيبها من الجدول اللي حضراتكم ورطوله، فتمام كده بواحد واربعة من مية في الحالة بتاعتنا. في الجاما في ال WA اللي هي وزن البلوك اللي احنا حسبناه، هي المعادلة دي ممكن على فكرة اللي هيفتيك وهيحاول يحلها تاني ممكن يلاقي الأرقام مش مظبوطة، عشان هنا هو خد ال W من معادلة فاندمير لأن دي الكبيرة، يعني هو خد في الاخر استخدم W50 ب 34 طن مش 32 اللي احنا حاسبينها من المعادله اللي قبلها. تخلوا بالكم بس عشان لو حبيتوا تعيدوا على الارقام تاني في الكتاب فتبقوا عارفين هو الغلط في ايه. هو حضرتك مش غلطان، بس هو خد ال W50 ب 34، خد القيمه الكبيره من المعادله الثانيه، ما خدش القيمه الاولانيه. فحضرتك خلاص W موجوده على جاما، الارمور لاير موجوده، فكل الارقام دي موجوده، والان باتنين زي ما احنا قلنا، والكي دلتا حضرتك جبتها، فخلاص فتدخل في المعادله دي، جبت منها 5.1 متر، يبقى ده سكنس الطبقه بتاعت الارمور لير. حضرتك في الاخر هتعملها سكنسها بتاعها بكام؟ 5.1. محتاجين كمان نعرف ارتفاع تاني اللي هو ايه، ارتفاع الكريست او ارتفاع الايه الهامه فوق اللي هو الجزء اللي فوق. فقلنا ان فوق بدل ما كان ما بنستخدمش صفين بنستخدم اي حاجه افقيه، بنستخدمها ثلاث صفوف يا باشمهندسين. فان بدل ما هي كانت باتنين هتبقى بثلاثه عشان اجيب ارتفاع الكريست. نفس بقيه الحاجات هي نفس الارقام، بس ان بدل ما هي اتنين هتبقى بثلاثه، يبقى ارتفاع الكريست من فوق هيساوي 7.66 من 100 متر، يعني 7.7. تمام يا شباب، يبقى انا سكنس الطبقه الارمور كله 5.1، وعرض الكريست فوق اللي هو المسافة الأفقية فوق 7.7. حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ شباب تمام يا دكتور؟ كله تمام؟ تمام. يبقى أنا دلوقتي خلاص جبت سكنس الأمر، القانون اللي هو الدبليو بتساوي جاما في الدي تكعيب، ده قانون اللي هو مش علينا صح؟ هو علينا ومش علينا، يعني هو عشان بس تفهم. وعلى فكرة هو شال دبليو على جاما كل ثلث وحط دي 50، يعني هو هناخده بس في خطوة واحدة بس هنا تحت. هو معنى صح يا باشمهندس، هو أنا لما الدبليو بقسمه على جاما مش أنا كده جبت الحجم؟ لا أنا أقصد دكتور اللي فوق اللي هو الدبليو بتساوي جاما في الدي تكعيب. يا باشمهندس بس معايا، خليك بس معايا.
ماشي ماشي خليك معايا بس عشان انا دلوقتي لو قسمت الوزن على جمع يديني حجم تمام ولا لا؟ تمام. والحجم ده عباره عن ايه؟ انا افترضت ان الحجر ده مكعب عباره عن ايه؟ الطول تكعيب مظبوط صح؟ فاهم. معده تقريبيه على اعتبار ان ده يعني كما لو كان مكعب يعني. فالدي 50 اللي حضرتك بتجيبها لو انا عايز اجيب قطر الحبيبه ال 50، ما هو المفروض على فكره ان هو مش هيدخل يجيب بالوزن ال 50، هو بيجيب بالدي 50. فالدي 50 بتاعته عباره عن كام يا باشمهندس؟ كما لو كان مكعب اضلاعه كلها الدي 50 بس. يعني هي معادله مش يعني مش معادله يعني. تمام فهمتها؟ ايوه ايوه تمام خلاص تمام. جبنا في المعادله الاولانيه ده سيكنس الارمور لير، وجبنا ارتفاع عرض الكريست كمان فوق. يبقى انا جبت السيكنس بتاعها وعرض الكريست فوق. ادخل بعد كده في مين؟ طبقه الفلتر. طبقه الفلتر قلنا ان وزن بتاعها بيساوي ايه يا باشمهندسين؟ قلنا ان احنا بنصممش الفلتر وما بنصممش الكور، احنا بناخد نسبه من الوزن. فحضرتك جبت الارمور لير نسبه الوزن بتاعها بقيمه معينه، فتاخد نسبة منها تاخد العشر. هرجع تاني واقول لحضرتك لما بنيجي نصمم نسبة من الوزن ما باخدش نسبة من الوزن من التدرا بود ولا نوع الحاجة، انا هستخدم في الاخر طبقة فلتر نوعها ايه؟ حجر. فحضرتك لازم انت كمان لما تيجي تعمل طبقة الفلتر اخدها من وزن الحجر مش من وزن التدرا بود. التدرا بود لما استخدمته قلل القيمة شوية، انا عايز قيمة الحجر. فهجيب وزن الحجر، هتلاقوا حضرتك جايبه 49.8. هترجع حضرتك لفوق ممكن تقول لي لا ده انا وزن الحجر كان 36 وشويه. هقول لك هو عشان بس عمل معادلتين، كانت عنده في معادله باندمير كان جايب اهو الوزن كان ب 49.8، فهو عشان بس عمل بالمعادله الثانيه فخد القيمه الكبيره. لكن حضرتك هتاخد انهي رقم هنا؟ الدبليو هتاخد دبليو روك اللي حضرتك حسبتها في الاول اللي هي ب 36 طن. تمام يا شباب؟ معايا يا جماعه ولا انا توهتكم؟ تمام يا دكتور. خلاص تمام. يبقى انا خدت دبليو، بس ناخد بالنا زي ما قلت تاني اهو دي رابع مره اكد عليه، بتاخد دبليو لما كنت مستخدم ستون او حجر روك. ما اخدش الدبليو باستخدام اي نوع تاني تترابود ولا مهما كان النوع اللي انا مستخدمه. فخدنا دبليو الوزن للروك سواء اذا كان 49 او 36 حسب الرقم اللي مع حضرتك. قلنا بناخد العشر بتاعه، وده بعتبر ان ده دبليو 50 للطبقه اللي انا هستخدمها في الفلتر، فهو بيساوي 4.9 اللي هو تقريبا 5 طن. فحضرتك هتستخدم في طبقه الفلتر دي احجار الدي 50 بتاعتها او الدبليو 50 بتاعتها بخمسة طن. يبقى السيكنس بتاعها كام يا باشمهندسين؟ حضرتك هتدخل بس ما تنساش ان الكي دلتا دي حضرتك كنت جايبها لنوع التترا بود، لكن لما اجي اجيبه في المعادله دي انا بستخدم ستون او روك. حضرتك هتجيب الدي دلتا للروك، فالدي دلتا في حاله الروك بكام يا باشمهندسين عندكم في نفس الجدول اللي لسه شايفينه انتوا دلوقتي؟ ايه شباب موجودين ولا ايه؟ اه دكتور ده اللي هو طالع بواحد اللي هو ستون. تمام تمام كده. فحضرتك كي دلتا اللي حضرتك هتستخدمها في المعادله دي بواحد مش بواحد واربعة من مية في حاله زي اللي فوق اللي احنا كنا جايبينها في الارمور اللي هي. فحضرتك هتستخدم ال ان باتنين، قلنا كده كده عدد الصفوف ما ينفعش يقل عن اتنين، والكي دلتا بواحد، والدبليو حضرتك حسبتها فوق، وجاما ارمر اللي هي جاما بتاعت الستون برضو لان حضرتك هتستخدم ايه؟ حجر، مش 2.3 مش خرسانه هي، هتستخدمها ستون. ف 2.65 الكل اس ثلث، يطلع معايا التي او السيكنس بتاعي ب 2.5 متر. يبقى حضرتك سيكنس لطبقه الفلتر 2.5 متر. فاضل لي طبقه الكور. طبقه الكور الدبليو 50 بتاعتها او الدبليو بتاعتي وزنها قلنا ان هو بيساوي لو انا هستخدم مش هستخدم غير طبقه واحده فلتر، فبستخدم الكور باخده متدرج من الوزن على 200 لحد الوزن على اي 4000. فهيطلع عند حضرتك تستخدم شويه احجار كده متنوعه
وزنها يتراوح من 12.5 ل 250 كيلو جرام من هنا لهنا. خدنا مرة ده على 200 ومرة على 4000، طلع الرقمين دول تمام. الكور كريست قلنا زي ما قلنا كده، عندي لازم الكريست من فوق عرض الكور ما يقلش عن 5 متر عشان يعدي عربيتين عشان يقدر يعمل ينفذ البريك ووتر ويقدر ينزل الروك واثناء انشاء الايه البريك ووتر ده، وكمان عشان بعد كده لما يجي يعمل صيانه فالمينيمم بالنسبه له ان يبقى عرض الكور من فوق 5 متر. الحاجه الثانيه لا سوري، ده الكريست ليفل سوري، ما يقلش عن 6 متر اللي هو عرض عربيتين، اللي هي ان هو يعدي عربيه وعربيه ثانيه 6 متر عرض الكريست، ده اقل حاجه ياخده. ده جبناه منين يا باشمهندسين؟ ان هو يعدي عربيتين جنب بعض. الكور كريست بقى انا عندي دلوقتي الكريست ده هي هتبان هنا في الصوره، انا عندي ده ارتفاع الهاي ووتر ليفل، وعباره قلنا الهاي ووتر ليفل باعتبار ان ارتفاع المايه ده زيرو، فانا دلوقتي ارتفاع الهاي ووتر ليفل هو على ارتفاع 4.5 اللي هو ارتفاع المد، فحضرتك محتاج ان الكور ده يبقى دائما وابدا اعلى من اقصى ارتفاع للميه، فهنزود بس قيمه 0.5 متر فوق ارتفاع المد. يبقى حضرتك لو ارتفاع المد بتاعك او الهاي ووتر ليفل على ارتفاع 4.5 يبقى ارتفاع الكريست على ارتفاع 5 متر. تمام يا شباب، عرفتوا احنا جايبينها منين الرسمة؟ بس دي بقى تركزوا معايا فيها عشان كده كده هترسموها ان شاء الله، ولسه كمان لما نكمل وتصمموا الطوي هترسموها بالتفصيل. فحضرتك الميل ده بترسمه بميل 3×2، ولما اجي ارص الطبقات انا عايز عرض الطبقة هنا 2.5 متر طبقة الفلتر، وعرض الطبقة اللي هنا 5.1 من 10، فباجي اعمل هنا عندي ارتفاع 5 متر، لما اجي اخد الارتفاعين دول فوقيها يبقى انا 5.1 من 10 و2.5 مع الخمسة، يبقى انا اوكي وصلت لارتفاع كام؟ اقصى ارتفاع للارمر لير 12.6 من 10. معايا يا شباب؟ القيمة دي اعلى ولا اقل من القيمة اللي احنا كنا جايبينها فوق خالص للفري بورد في الهيدروليك زاين؟ القيمة اللي احنا كنا جايبينها هي كانت 10.6 من 10. يبقى حضرتك قيمة الكريست المفروض تبع التصميم بالفري بورد 10.6 من 10. انا محتاجها عشان احقق الشروط التصميم واعمل الكريست فوق ارتفاع الميه ب 12.6 من 10. تمام اوكي، يبقى انا كده هستخدم كام؟ 12.6 من 10. طب افرض حضرتك بعد ما حطيت الارتفاعات دول لقيت الارتفاع بتاعك 9 متر بس، لا مش هينفع، هتزود حضرتك الارتفاع لحد ما توصله لكام؟ لل 10.6 من 10. في حالتنا انت الارتفاع اصلا 12.6 من 10 اكبر من 10.6 من 10 بكتير، فتمام يبقى خلاص يبقى الارتفاع ده هو ارتفاع مناسب. تمام يا شباب، معايا في الرسمة ولا لسه في مشكلة؟ ممكن تاني تمام. تاني يا باشمهندس، الارتفاعات عندنا لما اجي ارسم الحاجة الارتفاع اللي عندي اساسي، عندي ارتفاع الكور هعمله فوق ارتفاع المية مينيمم 0.5 متر، يبقى المينيمم عندي 0.5 متر. بعد ما حطيت النص متر بحط السكنس الطبقات، هشوف في الاخر الارتفاع اللي فوق ده هيسيف معايا لاقصى ارتفاع للحاجز ولا لا. يبقى اول سكنس 2.5 اللي هي سكنس بتاع طبقه الفلتر، ثاني سكنس 5.1 من 10 اللي هي طبقه الارمور لاير. فحضرتك حطيت الطبقتين وصل معاك الارتفاع لكام؟ ل 12.6 من 10 باعتبار ان ارتفاع الميه ده السي ووتر ليفل ده زيرو. يبقى انا دلوقتي ده 12.6 من 10، قلنا ده يا ترى ده بيحقق الشروط ولا لا؟ نتاكد من قيمه الفري بورد دي اكتر ولا اقل من القيمه اللي احنا حاسبينها من الار سي اللي احنا حاسبينها. يبقى الار سي هنا 12.6 من 10 ناقص 4.5 هتديني 8.1 من 10، ده اكبر من قيمه الفري بورد. الفري بورد اللي احنا حاسبينه في المعادله اهي ورا اهي، القيمه الكبيره اللي احنا خدناها ب6.1 من 10. حضرتك طالع معاك القيمة أكبر منها، القيمة طالعة 8.1 من 10، يبقى بالنسبة لك الفري بورد دي تمام. لو أقل قلنا لازم إيه؟ لازم نستخدم ال6.1 من 10. في الحالة دي هرفع منسوب الكريست بتاع الكور ده لحد ما يحقق لي المسافة دي، الفري بورد بتاعتي تبقى نفس القيمة اللي أنا محتاجها.
ماشي يا شباب؟ تمام جدا. تمام. الهامة حضرتك بس هتفترض أبعاد ليها. المينيموم اللي احنا بنفترضه بالنسبة لنا 2 متر عرضها، وزي ما قلنا كده المسافة X دي أقل حاجة لو هي هتعدي عربيات 6 متر، تعدي عربيتين. ارتفاع الهامة بيعلى عن أعلى منسوب للأرمور لير بواحد متر، يعني ده لو 12 و6 ده بيبقى 13 و6. عرض الكريست 7.7 من 10، ده اللي حضرتك حاسبه، احنا لسه حاسبينه فوق. يبقى فاضل لي بس تصميم ايه؟ منطقة التوي، هي دي الحاجة الوحيدة اللي فاضل لي تصميم. تمام يا شباب؟ معايا؟ تمام يا دكتور، مع حضرتك. حد لحد دلوقتي عنده اي سؤال؟ احنا كده صممنا الارمور لير والفلتر والكور وجبنا كل حاجة، ناقص لنا بس التوي اللي بيبقى موجود في الايه؟ قدام الحاجز تحت، اللي بيعمل اتزان للايه؟ للبريك ووتر، ما يحصلوش انزلاق وما يحصلش سكور في المنطقه اللي تحت دي. فحد لحد دلوقتي عنده اي مشكله؟ تمام، يبقى كده ان شاء الله ما فيش مشاكل. قلنا المعادله بتاعتنا اتش اس اللي حضرتك عاملاها في الرسمه ديت ستاندرد كلها يعني، ولا في حاجه؟ فكرت ايه، حرام عليك انت، مش احنا مش لسه حاسبينهم. انا اقصد ال 2 متر اللي هي اخر حاجه خالص، ال 2 متر اللي بنفترضهم، احنا اللي بنفترض. فبنقول لحضرتك يعني زي مثلا عرض الحيطه، لما بقول لحضرتك ما ينفعش تقلل عن 30 سم، مين اللي قال ان عرض الحيطه الخرسانه ما ينفعش يقل عن 30؟ حضرتك من التجربه لقيت ان عشان تعرف تعمل حيطه وخرسانه ومش عارف ايه، ده رقم ريكومندد. انا بقول لحضرتك حضرتك لما تيجي تصمم خد 2 متر وشيك عليه. تمام يا دكتور، تمام. احنا ما خدناش تصميم الهامه، كل اللي احنا القيم اللي احنا بنقولها بس قيم ريكومندد وخلاص، يعني قيم بس افتراضيه عشان بس تعمل شكل الحاجز في الاخر ترسمه وتبقى مظبوط. لكن كده كده حضرتك كده كده لازم لما تيجي تصمم لازم هتصمم الهامه، يعني حضرتك مش هينفع تصمم بريك ووتر وتسيب الهامه من غير تصميم. تمام يا دكتور. تمام ماشي. فانا عندي التوي، تصميم التوي الاتش اس اللي ارتفاع الموجه على الدلتا في الدي 50 بتساوي 1.6 من 10 على الان او دي اس سالب 15% ناقص 4 من 10 الاتش دي على الاتش اس. نعوض بقى بالارقام الجميله دي، يبقى انا عندي البي تي اللي هي عرض الطبقه، اللي هي البي تي اهي مش موجوده هنا، ده موجوده في الاخر خالص. فاكرين انتوا البي تي اللي هي العرض طبقه التوي من هنا؟ فاكرينها يا شباب؟ فالبي تي دي بتساوي كام يا باشمهندسين؟ قلنا انها بتساوي الكبير من حاجتين، يا اما 2 ارتفاع الموجه يا اما 4 من 10 الدي. وقلنا هناخد انهي دي؟ تصميم التوي كل اللي احنا هنتكلم عليه بنتكلم على 12 متر مش 16 ونص، يعني بناخد من اللو ووتر ليفل من الزيرو بتاعي بس. فدي بالنسبة لي 12 متر في 4 من 10 ب 4.8 من 10، و2 ارتفاع الموجة يبقى ب 10.8 من 10. يبقى البي تي هاخدها ايه؟ الماكسيمم في الاثنين يبقى 10.88 من 100 متر، او عايز تقربها يبقى 10.9 من 10 متر. ده ارتفاع، ده عرض التوي من فوق اللي انا هستخدمه. يبقى البي خلاص حضرتك جبتها من الحسابات دي. عايزين بقى نجيب الثيكنس من المعادلة الثانية. المعادلة الثانية يا باشمهندسين، ثيكنس الطبقة بيعتمد على اعتماد اساسي على ايه؟ على حجم الحجر اللي هيتحط. فالمعادلة موجود فيها الدي 50 بتاعه الحجر، وفي نفس الوقت موجود فيها الاتش تي اللي هو ايه؟ سمك الطبق. ففيها مجهولين في نفس المعادله، فحضرتك ازاي بتحل المعادله فيها مجهولين؟ أو هو نفس المجهول، سوري، بس يعني فيها يعني فيها المجهول بمرتين يعني. حضرتك لما بتيجي تحلها يا اما بتحلها بطريقه تراي اند ايرور، يا اما مع حضرتك الاله الحاسبه تعرف تحلها دايركت. فحضرتك الثيكنس بتاعي لو انا هستخدم طريقه تراي اند ايرور،
تمام يا باشمهندسين، طريقة التراي اند ايرور هستخدم، بقول بفترض ان السكنس بتاعي 2 متر، ده افتراض من عندي بس عشان اعرف احل واجيب ارتفاع الطبقة، وبعدين اشيك لو هو فعلا 2 متر ولا لا. يبقى ال اتش تي اللي هو الارتفاع فوق التوي، قلنا بناخد من اللو ووتر ليفل اللي هو ال 12 ناقص السكنس اللي هو الاثنين، يبقى الارتفاع، وقلنا في كمان طبقة كده، طبقة فرشة كده 1 متر تحتها، يبقى انا هاخد الدي ناقص السي، الاثنين متر ناقص 1 متر اللي هو الفرشة اللي تحت طبقة التوي، يبقى ب9 متر مثلا. والان او دي ده معامل النو دامج، خده بنص ده يعني، حضرتك حل بس بالمسألة بنص عشان ما جيش تسأل عليه احنا ناخده بكام، احنا ما اتكلمناش على النو دامج ولا اتكلمنا بالتفصيل عنه، فحضرتك خده بس افترضه بنص متر، نص بس، ده معامل النو دامج. يبقى انا عندي المعادلة دي، ال اتش اس خلاص حضرتك ده ارتفاع الموجة 5.44. معلش يا باشمهندسين ثانية واحدة بس هرد. باشمهندسين انتوا فاصلين معايا من كتير ولا لسه دلوقتي؟ باشمهندسين معايا ولا لسه مش سامعين؟ مع حضرتك طب فصلت انا اول ايه يعني، كنت معايا في حساب المعادلة دي ولا الفرد مش بتاع معايا فيها؟ الفرد بتاع ان او دي ماشي اوكي تمام. فاحنا قلنا ان او دي انه دامج بنفترضه ان هو بنص، وبعد كده بعوض في المعادله، فالمعادله عند حضرتك هنا في دي 50 وهنا الاتش تي، فقلنا ان دولت الاثنين، ما هو الاتش تي ده بيعتمد على سكنس الطبقه، فكل ما التي سكنس طبقه التوي كل ما زاد كل ما الاتش تي هيقل، فقلنا ان انا تعتبر المعادله في كده في ايه، المجهول موجود في الطرفين عندي، فمش هقدر اتخلص منه، يا اما احلها بتراي اند ايرور او حضرتك تحلها بالاله الحاسبه اللي هي الجديده الحديثه دي. فحضرتك مبدئيا كده انا بفترض ان السكنس بتاعي ب 2 متر، وبحسب الاتش تي يبقى عباره عن الدي ال 12 متر اللي هو من اللو ووتر ليفل. يا جماعه اللي هياخد الهاي ووتر ليفل ده غلط فيتال ميستيك، انا نبهت كذا مره في حاجات انا نبهت عليها، اللي هيغلط فيها دي مشكلته هو. الدي ب 12 متر ناقص التي سكنس الطبقه اللي انا افترضته
ناقص 1 متر زي ما قلنا كده الفرشة اللي بتبقى تحت طبقة التوي، يبقى الارتفاع عندي 9 متر. فحضرتك ال H ب9 على ارتفاع الموجة ال HS ب5.4، بقيت الحاجة وال N O D ده بنص زي ما احنا قلنا هنفترضه، يبقى حضرتك الطرف اليمين ده كله انت موجود عنده عارفه، الطرف الشمال H ب5.44 على دلتا، الدلتا المثلث ده عبارة عن جاما أرمر، طبقة الأرمر اللي حضرتك هتستخدمها، سوري طبقة التوي اللي حضرتك هتستخدمها، انت هتستخدم ايه؟ هتستخدم ستون، يبقى جاما بتاعتك كام؟ 2.65 على جاما ووتر اللي هي 1.25 ناقص 1 مضروب في الدي 50. الدي 50 هو المجهول الوحيد، يطلع معايا من المعادلة دي ب96%. زي ما قلنا كده بنقارنه ب التوي السكنس اللي احنا استخدمناه، فاحنا قلنا ان انا هستخدم صفين، يبقى 2 دي 50 بتساوي كام؟ 1.92 متر. طبعا دي اقل من ال 2 متر او قريبه كمان منها، فخلاص يبقى الافتراض اللي انا افترضته ده تمام. تمام يا شباب؟ طب افرض حضرتك بعد ما حسبت طلعت الدي 50 بتاعتك دي ب 2.5، في الحاله دي بالافتراض اللي حضرتك حسبت ان انت افترضته في الاول ده مش مظبوط، ولازم حضرتك ترجع تاني تعمل تراي اند ايرور وتحط السي بدل ما هي كانت ب2 تحطها ب2.5 وتحسب على اساسها. تمام يا شباب؟ لان انا كل ما المسافه قلت بين سطح الميه وبين التوي كل ما تاثير الموجه كان اكبر. فلما انا حضرتك كان عامله ان الارتفاع عندي فرق الارتفاع الاتش دي 9 متر، غير لما حضرتك تجيب لي ان الارتفاع ده 5 او 6 متر بس او 8 متر حتى. فهرجع تاني اشيك تاني واحسب تاني الدي 50 بكام لو السي توي كان اكبر من الافتراض اللي انا افترضته في الاول. تمام يا شباب؟ تمام. طيب عايز اجيب الوزن ال W50 للنوع ده، فخلاص انا عندي الدي 50، زميلكم اللي كان بيسال المعادله دي انا بستخدمها في الحاله دي بس. فانا في المعادله هنا بجيب الدي 50 ما بجيبش الوزن، وعشان اجيب الوزن بتاعه فاضرب الدي 50 تكعيب مضروب في الجاما، يبقى من الحاله دي جبت كانها ايه؟ وزن البلوك ب2.3 طن. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. ماشي. في بقى بقيت هو حل بقى في حاجات تانية، ان هو استخدمه مره كيوب ومره مش عارفه ايه، مره كراون وولز. فما انا عايزه بس من اول واحده بس تصمم التوي على ان هو ستون بس وخلاص، مش محتاجين اكتر من كده. وبعد كده تصميم الهامه برضو احنا قلنا مش هتاخدوه انتوا السنه دي، اللي حابب فيكم يبص عليه ولا ويراجعه ويسال في اي حاجه انا موجوده معاكم في اي وقت. الحاجه الاخيره بقى المهمه ان انتوا ترسموها لي هو رسم الحاجز نفسه. حضرتك بقى عملت هنا خلاص الطبقات، قلنا الجزء الاولاني ده عرض الكريس 7.8، السكنس بتاعه 5.1، الفلتر السكنس بتاعه 5.2.5، وبترسم بقى ده تو سكيل يا باشمهندسين، مش الميل 3:2، وبناخد طبقه تحت كده 1 متر بس من الكور كده اللي هي طبقه الفرشه اللي تحت التوي، والتوي من فوق كان طالع 10.88 فخدناه قربناه خدناه 11 متر، والسكنس بتاع التوي كام؟ 2 متر. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. يعني احنا اخر حاجه هنعملها اللي هو تصميم التوي وناخده على انه روك بس. هو مين اللي بيعمل لي مكالمه جماعيه ده تبعكم؟ لا يا دكتور مش تبعنا. هتلاقي حد يعني كنت عارف حضرتك بيرن عليك النت ولا حاجه. لا ده معناه مايكروسوفت تيمز على تيمز من حد من الطلبه، لا بس مش دفعتكم انتوا. في محاضره دلوقتي لحضرتك. دفعه تاني. تمام. فانا دلوقتي خلاص. ايه؟ بقول احنا اخرنا في التصميم يعني طيب والمنكيب ترسم الرسمه بس. الرسمه الاخيره اللي هي بس الرسمه مهمه. الاليفيجن اللي موجود ده. ايوه طب معايا بس كده اللي فوقها يا دكتور احنا كنا بنصمم ايه الرسمه اللي
اللي كانت الوان دي، هما الاثنين واحد عشان بس ما نضيعش وقت. خلاص لا هي الاخيره دي خلاص دي جامعه وشامله وبالتفصيل وبالمناسيب، اللي فوق بس احنا عشان ما خليتهاش مره واحده عشان ما تسرحوش مني. فالجزء الاولاني اهو اللي هو تمام. طبقه الفلتر وطبقه الارمور وطبقه الكور، خلاص تمام. وكل واحده تكتبوا بقى الاوزان في الاخر النهائيه اللي حضرتك هتستخدمها كام. هنا دبليو تمام. ب 35 طن مثلا حسب المسافه، مثلا دبليو ب 12 ونص ب 240 ل 250 كيلو جرام. الهامه زي ما قلنا كده عرض الهامه من تحت ما يقلش عن 6 متر عشان تعدي عربيات، ومنسوبها من فوق يكون اعلى من منسوب الارمور لير ب 1 متر. والستكنس احنا بنقول لك بس تفترضه ب 2، حضرتك بعد كده هتصمم. اليمه الثانيه لو لاحظتوا بقى في طبقتين فلتر برضو وارمور لير، الطبقتين دول المفروض احنا المفروض دي مينا، يعني اليمه اللي معرضه للامواج هي اليمه اللي عليه الشمال. اليمه اللي معرضه اليمه اللي على اليمين دي مش معرضه لاي موجه لان المينا خلاص الميه سكت. طبقه الفلتر مهم ان انا اعملها عشان طبقه الكور طبعا ما تهربش، فمبدئيا طبقه الفلتر بستخدمها برضه. بس زي ما قلنا في مش هعيد تصميمها تاني، بناخدها نسبه وتناسب. فحضرتك لو انت مصمم من طبقه الفلتر الاساسيه ومستخدم فيها الوزن الحجر بخمسة طن، فحضرتك بتستخدم هنا طبقه الفلتر الثانيه اللي على داخل المينا بتستخدم نسبه منها، فبناخدها كام؟ بناخدها خمسها يعني 1 طن. خلوا بالكم يا جماعه ده شكل طبقه ده شكل الحاجز مش في كله، ده شكله هو الجذع بس، لكن الهيد بيبقى مختلف، الهيد بيبقى متماثل يمين وشمال وارقامه هتختلف لان المعاملات بتاعته حضرتك هتدخل في كيرفات ثانيه، هتدخل في كولمز تانية اللي هي متعلقة بالهيد، فممكن تطلع الأرقام أكبر أو من الأرقام دي شوية في منطقة الهيد. وبيبقى متماثل طبقة الأرمور وطبقة الفلتر يمين هي طبقة الأرمور والفلتر شمال. أنا بتكلم دلوقتي إحنا كل اللي إحنا خدناه ده على طبقة الجذع. فحضرتك في طبقة الجذع المفروض إن داخل المينا أنا مش محتاج أصد أمواج لأن مفيش موجة داخل المينا، بس بستخدم طبقه فلتر وطبقه ارمور كده خفيفه نسبه وتناسب من الطبقه الاساسيه. فقلنا بنو طبقه الاساسيه 5 باخدها انا 1، يعني تقريبا النسبه الخمس. يعني خمس ده مش قانون ومش قران، ده رقم ريكومندد. او حضرتك تصممها بقى هتلاقي في الابحاث الجديده الحاجات الجديده ممكن تلاقي ازاي تصمم وتاخد في اعتبارات ايه او ارقام ريكومندد اكتر على حسب التجربه واستخدام المواني المختلفه. فحضرتك مبدئيا كده ممكن تاخدها رقم دلوقتي ان انت تاخد سبع الرقم اللي حضرتك جبته في الارقام الاساسيه، يعني الارمور هنا ب 35 اخد السبع يعني 7 طن، الفلتر هنا ب 5 طن هاخد السبع يعني 1 طن. وطبعا بما انه هو الثيكنس بتاعه بجيبه بقى حسب الوزن الجديد، مثلا هنا كان 5 كان 3 متر هنا العرض 1.5 متر، وبرسم أكمل الرسمة. ممكن أرسم توي هنا أو ممكن ما أرسمش مش مشكلة يعني، بس إيه الشكل النهائي الشكل مهم جدا إنك ترسمه مظبوط وبأبعاده مظبوطة اللي هو على الشمال لأن ده اللي حضرتك مصممه وأنت اللي حاسب الأرقام بتاعتك. تمام يا شباب؟ تمام يا دكتور. مسألة على كم درجة يا دكتور في الامتحان؟ هو المفروض تلت ان شاء الله الامتحان، بس انا لسه برضو ما يعني عشان ما بقى كلام اكيد يعني انا لسه ما قابلتش الدكاتره وما اتفقناش لسه، بس المفروض دي الجزء بتاعنا يعني ان شاء الله المفروض في حدود التلت الامتحان يعني. يعني لو حصل زلت يعني انا حاسس بقى يا دكتور كده الشخص يضيع كده. ايه لو حصل زلة كده في الآلة الحاسبة، حد كتب حاجة ولا أي حاجة حصلت في الآلة الحاسبة وهو بيحل كده الشخص يضيع، لما لو حضرتك تعلمي على الرقم يضيع في الامتحان. طيب مش مصر يضيع في الامتحان ولا يضيع الناس اللي هتتحمل اللي انت تشيل مسؤوليتهم؟ انت خلاص انا بقيت مهندس، مش هنضحك برضه على بعض يا دكتور يعني. معلش يا دكتور بس احنا مثلا الحقيقه حضرتك يعني مثلا في الامتحان ما بنلحقش نراجع، لكن بره بتتراجع مره واثنين وثلاثه وفي استشاري وفي مهندس مشرف في كل حاجه يعني. مين اللي قال ان حضرتك مش هتراجع؟ مين اللي قال ان حضرتك مش هتلحق تراجع؟ كمان الحياه العامه ممكن دكتور. انا واحد شخص بطيء وعارف نفسي وما بلحقش اراجع عمري اصلا، ما بلحقش اخلص الامتحان.
مش 50 مسألة، مسائل ممكن أكيد مش حد يعني اللي هيغلط الأرقام صفر، بس أكيد يعني هقلل كتير على على النواتج. تمام، أعتقد كده أنا جاوبت حضرتك صح. بس يعني يا دكتور احنا صعبة كده يا دكتور والله، إن الموضوع بيفلت مننا يا دكتور. كفاية الضغط اللي علينا والله يا دكتور، يعني ما يبقاش خبر زي دوت يعني بيضايق والله. أنا ما بحبش الجدال، بش الجدال اللي احنا مش هنوصل من معاه النتيجة. ماشي، هو مش جدال يا دكتور، احنا بنقول لحضرتك بس واقع احنا بنشوفه. يعني احنا ما في اي مادة ما فيش حد بيطلع رقم زي التاني، قليل قوي ما بنلاقي رقم زي التاني. ده دليل على اصلا الواحد بيبقى قاعد في الامتحان مش حاسس بنفسه. يا باشمهندس باشمهندس والله انا جاوبتك على فكرة، بس انت حابب تتكلم كتير، قلت اكيد مش حد اللي هيحل ارقام غلط صفر، بس اكيد هيقل نسبة حلوة يعني. هيبقى في بعض الامتحانات زي تصميم اعمال راي، انتوا كنتوا معايا فيها، انت صحيح ما امتحنتوش، بس حتى لو امتحنتوا في ماده زي دي الارقام ما بتبقاش ليها يعني، ممكن ما بدهاش تقدير كبير، لان بيحصل تفاوت، ولان في معاملات بيهمني اكتر الكونسبت، وانك تقدر تبقى راسم الارقام معقوله وجايب قيم حديد معقوله وراسم الرسمه مظبوطه والسكيل مظبوط. ممكن الارقام ما يبقاش يعني في امتحان زي ده، ممكن ارقام تاثيرها يبقى قليل قوي واختم حاجه بسيطه، او ممكن ساعات كمان ما ببصش على الارقام النهائيه. لكن في ماده زي دي ما عندكش مش يعني كلها حاجات سهله، بتدخل حضرتك برقم واحد بتجيب رقم تاني، مسائل كلها مساله وتجيب بناتك. فيعني ما مش شايفه ان حضرتك ليك عذر في الحاجه دي. تمام تمام. وحضرتك الجزء بتاع حضرتك يا دكتور هيبقى مسألة وفي حاجة تانية ولا ولا ولا؟ لا أنا ريحتك وخلاص إن شاء الله المسألة بس. تمام كويس إن مفيش حاجة تانية والله. كويس كان طيب ماشي. إحنا بنخاف من النظر بصراحة، يعني النظر إحنا مش ما بنعرفش نعمل، يعني حتى كلمة نظر دي بتبقى تقيلة علينا بصراحة شوية. ماشي يا باشمهندس، انا مهم عندي، ربنا يوفقكم. كده كده انتوا خلاص بقيتوا مهندسين يعني، انتوا كلها شهر يعني وهتبقوا خلاص اتخرجتوا ان شاء الله، واشوفكم على خير باذن الله بقى في اي وقت في اي حاجه. لو حد عنده اي سؤال ولا اي حاجه بخصوص الماده يكلمني، ما عنديش اي مشكله، او حتى خارج الماده يعني موجوده في اي سؤال ولا اي استفسار على اي حاجه، ما تقلقوش، ربنا يوفقكم ونشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور. العفو شباب، اشوفك ان شاء الله، اتمنى اشوفك على خير ان شاء الله. مع السلامه. وعليكم السلام.